هذا عندنا مثال على النوع الأول اللي هو الباينري ويتد. مثل ما تلاحظون هنا عندي 4 بيت انبوت، هذه عندي 4 بيت انبوت، طبعا هذه ام اس بي most significant bit، هذه ال اس بي least significant bit. المطلوب ايجاد الفي اوت، طبعا هذه باينري ويتد، باينري ويتد سيركت، باينري ويتد سيركت راح يكون عندي في اوت تساوي ناقص في فرنس مضروب في ار اف واللي هي قيمتها ار بهذه الحاله قائما على ار بي 3 على 1 زائد بي 2 على 2 زائد بي 1 على 4 زائد بي 4 على 8. فهذا راح يكون عندي طبعا هذه ار وهي ار، هذه طبعا بهذه الدائره راح يكون عندي راح يكون عندي الفي رفرنس قيمتها تساوي لنا 5. في رفرنس راح تساوي لنا 5. لذلك راح اذا كان عندي الانبوت بي 0 بي 1 بي 2 بي 3 0 0 0 0 فالفي اوت راح يكون عندي كل اصفار 1، هذا 0 هذا 0 هذا 0، فالاوتبوت راح يكون عندي 0. أما إذا كان عندي الانبوت 0 0 0 1 فراح يكون عندي في اوت يساوي سالب الفي رفرنس قلنا عليها قيمتها 5 مضروب في طبعا هنا راح يكون عندي فقط بي نوت، طبعا هذه فقط هنا هذه بي نوت وليس بي 4، هذه بي نوت راح يكون بي نوت على 1، فبي نوت قيمتها 1 على 8 وتساوي لنا سالب 5 على 8 ويساوي لنا سالب 0.625 إذن سالب 0.625. هذه أما إذا كان الانبوت عندي 0 0 1 0 في اوت راح يساوي لنا سالب 5 مضروب في راح يكون عندي فقط بي نوت، طبعا هذه بي 2 ما شاء الله هذا قانون مرة ثانية زائد B1 على 4 زائد B0 على 8 فراح يصير عندي فقط قيمة B1 واللي راح يصير 1 على 4 ويساوي لنا سالب 5 على 4 ويساوي لنا سالب 5 على 4 سالب 5 على 4. أما إذا كان إجاني إذا جاء 0 0 1 1 فأيضا راح يكون عندي V out يساوي لنا سالب 5 مضروب في يعني B note وال B1، هذا B note وال B1 هم راح يكونوا فقط 1 راح يساوي لنا 1 على 4 زائد 1 على 8 ويساوي لنا طبعا هذه بعد تساوي المقامات بيناتهم راح يكون عندي سالب 5 مضروب في مقام مشترك المشترك بيناتهم هو 8 فراح يكون هنا عندي 3 راح يساوي لنا سالب 15 على 8 سالب 15 على 8. إذن وهكذا البقية القيم. طبعا هذا المثال هو موجود، هذا المثال هو موجود عندكم هنا أيضا إذا تردوه واحد يشوف هذا المثال، وهذه القيم راح تكون عندك وهذا المثال موجود.